السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوان ديالي الغاليين، اليوم جيت بواحد الفيديو جديد. هانتوما غير من الشاصية غتبان لكم، هانتوما هاد المتجر هو ميني سو. ميني سو كاين في مرجانات اللي في المغرب كاملين. هاد المتجر هذا جد رائع. هتشوفوا المنتوجات اللي شريتها خوتي من هذا المتجر هذا، وتعطوني الراي ديالكم، راه زوين بزاف بزاف، وحتى الراي ديالكم حتى هو غيكون زوين طبعا. الاشتراك والبصمه وشاهدوا الى الاخير. ميني سو خوتي بزاف الحوايج هنايا عجبوني بزاف، وبغيت نشاركهم معاكم، بغيت نشاركهم معاكم. هانتوما غنبداو البدايات مع هاد لاغام اللي تتشوفوا قدامكم. مع هاد لاغام اللي تتشوفوا قدامكم اخوتي، هادي لاغام ديال الفيتامين سي. هانتوما شوفوا، زوينه للبشره، كل وحدة لا يشتى تصلح. هادي ديال نيتوايون فاسيل، يعني سهل تتنيتواي به وجهك كل نهار. وهذا تونير فيتامين سي تا هو. وهاد الرشاشة هادي سبراي تترشي بها وجهك. هانتوما سهله حتى في الاستعمال وفي كل شيء. وعندك هذا ايسانس فيتامين سي، هاد لاغام هادي زوينه بزاف، تتنفع الوجه وتتخلي البشره ديالك ناعمه جدا. المنتوج هذا كاين في مينيسو، خديت هاد الجوج ديال الفراشات هاد الشكل هذا. تتعرفوا الناس ديال الاسيويين في الشرق شعرهم رطيب، انا شعري رطيب اخوتي، اي فليت نديرو تيزلق. هذا لا، هادو زوينين تستعمليهم بالصحه والراحه. وعندنا هذا وهذا، هادو بجوج تا هما ديال الوجه، ومصنوعين من لوتي من اتاي. الناس اللي استعملوهم قالك بانهم زوينين بزاف للبشره. هادي لاموس الرغوه تتنيطواي بها الوجه ديالك. وهادي اختي ايسانس، تا هو تيتبت هداك الشي اللي غديريه وتينقي البشره. عندك هادو، هاد المجموعه هادي هيا. هاد الادوات اللي يصلحو ديري بهم مساج للوجه مي تكوني خارجه من الحمام، تتكوني مازال باقا سخونه، باش الشرايين اللي عندك في البشره ديالك ودوك العروق الرقاقين تينشطو وتعطي واحد الحميرار للوجه. زوينين بزاف اخوتي، دلكي بهم الوجه ديالك كامل، وراه باينين شي تديري في الصبعين، وديك اللي دايره كاين مشطح حتى هي تدوري على شكل دائري في الوجه ديالك. زوينين كاينين هادو اللي تديريهم في صباعك، كاينين هادو تديريهم في صبعانك، وكاينين هاديك بحال اللي غتخشي يدك فيها وتبقاي تحركي وجهك دائريين ولا عموديين. المهم دابا غندوزو للروائح اللي تعطي واحد واحد الرائحه زوينين اخوتي. كاين هادي ديال الورد، وكاين خليط بزاف ديال الخلائط هنايا ديال الورد من عده انواع، فيها القرنفولي، فيها غريت فروت، كاين هنايا
وهاد العطور هذه هي مجموعة من الخلائط، يعني فيها بزاف ديال الورود طبيعية، تديريها الجلد ديالك من بعد الحمام وتتبقى ديك الرائحة عندك في الجسم ديالك زوينة بزاف. وعندك حتى هذا تا هو زوين، تيعطي واحد الريحة خفيفة وزوينة ديال الصيف، زوينة تتبقى في الجسم. هذا راه ديال الجسم ماشي ديال الحوايج. ملي تكوني في الحمام وتخرجي تتبقى الريحة ديالك زوينة. تا هو بزاف ديال، هنا كاين خشب السيرو، فاكهة الكيوي. المهم هانتوما هاد الجوج زوينين، الواحد مرة مرة ينوع. وهاد العطرين راه واحد احسن من الاخر، زعما ما نفكرش نقول لك هذا زوين وهذا خايب، واحد ديالي وواحد ديال الاخت ديالي زوينين بزاف اخوتي. وهاد الرائحة تا هي زوينة اخوتي بزاف. هادي حيت كاينين وحدة حاطينها تمايا في المتجر باش تيستيها، عجبتني بزاف. تا هي ديال الجسم، نحلوها احنا كاع. هانتوما اخوتي، ياي هادي الثمن ديالها 65 درهم، بقيت عاقلة على الثمن ديالها. هي المنظر ديالها زوين بزاف اخوتي، وكذلك العطر ديالها من نوع الخفيف جدا، يعني بحال اللي تتحسي براسك راكي في فصل الربيع، وزوين وتتبقى في الجسم ديالك لمدة طويلة، تترشي على الجلد وتتحكيها شوية كيكا وتتعطي واحد الرائحة غزالة، يعني دوزي من حدا شي حتى يعرف بانك انتي اللي دايره الريحة مثلا. ايوا انتم معايا اخوتي في هذا الفيديو الرائع، كنتمنى انه يكون عجبكم. المشتريات ديالي من مينيسو رائع جدا، والاثمنه مناسبه، يعني ما كاينش هذوك الاثمنه الغاليين. وهذا عاوتاني لاتروس تا هو خديته من تمايا، زوين باش نجمع فيه هذا المحتوى ديال مينيسو في وسط منه، زوين بزاف، حتى اللون عجبني كما تتلاحظوا. باش نجرب حتى هاد المحل هذا. وهادو لي فازلين، هاد لي فازلين تشوفو هنا، هذا اللون الموحد الاساسي. وهذا عندك هنا ديال كاكاو، اشراقه ديال الكاكاو. هانتوما خوت جوج زوينين بزاف بزاف. وعندك هذه هي الاخرى اخوتي، غتشوفوها هنايا، هذا القطن ديال العينين، هذاك ديسك تديري العينين فيه بزاف. هذا زوين تديري العينك وتكوني دايره شي ماسك، ولا بغيتي تمسحي الماكياج ولا شي حاجه، المهم تنفع. هادو هما المنتوجات ديالنا اليوم، وكنتمنى انكم تشجعوني اخوتي، ولا عجبكم هذا الفيديو قولوا لي نستمر ونوريكم هذاك الشيء اللي تنشري. ايوا اخوتي ها نتوما زوينين، باينين عليهم زوينين، حتى الناس تيشكروهم، هذاك الشيء علاش تشجعت وخديت من عندهم. ها نتوما مينيسو، مينيسو محل زوين كاين عندنا في مرجان، وحتى الناس يتعاملوا مزيان، تيقول لك راهم زوين الحاجات، تيقول لك شنو ديري بهم. وهادو تا هما مجربين عند شي ناس، قال لك راه زوينين بزاف. ما كنتش عوالا نشري هاد المنتوجات ابدا، ولكن تيقولوا رب صدفة خير من الف ميعاد، وكنت محتاجاهم ولقيت الاثمنه مناسبه وخديتهم. وفي نفس الوقت انا في مرجان خديت حتى هذا، هذا اشراقه طبيعيه، هادو ديال هيمالايا، هادو معروفين ناتوريل جلو، اشراقه طبيعيه ديال الورد، هذا بالزعفران. حنا المغاربه راه تاخوتي الزعفران. وهذا تا هو شركه هيمالايا، عندنا بشره نقيه، هذا هذاك بحال الغسول مستحضر بالتقشير والتفتح اليومي.
هانتوما عرق السوس، خزامة، يعني كاين بزاف المكونات فيه، وتيحيد حتى دوك الرؤوس السوداء والجلد الميت من البشرة. كنتمنى تشجعوني اخوتي في هذا الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.